ايه يا رشا، مش كفايه مراعاه بقى يا اخي؟ زهقانه حد الله بيني وبين الحاجات دي. يا ويل يا لهوي، الله في يخرب بيتك، تعبت لي اعصابي. كبرت يا اخويا. فين البنات دي يا ابو حميد؟ انت عزيزي برنامج دحيح رجع. هروح اجيب تفاحه اقول عايزين نكمل الحلقه. بسبوسه، مش شايف انك زودتها؟ عسل الواد حبات ده يا عم، انت فاهم غلط. ايوه يا روح. ما تقوليش يا روحي. ايه يا رشا؟ اه صح. ايه ده، مفاجاه مش كده؟ ايوه لا النبي، ما رقصت. سلام، شخصية صرمة. صرمة؟ اهو ده النوع الجديد. مش قفلك يا اللي مش سالك. اقصد شديدة يعني. انا مش فاهم حاجة. ضربت وانا تعبت، انا عايز اتطلق. سهلة جدا. امل هو ليه كل حاجة حلوة؟ عمرها سعيدة. لو سمحتي مش عايز حلوين. احنا في زمن الناس. منتظرك يا عزيزي، اوعى تتأخر عليا، احس بالملل. اوعى اشترك يا عم وخد شوية علم.